الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي آفة تصيب العراق بالآونة الأخيرة، وإن شاء الله نقضى عليها، وإن شاء الله نضم حملة لا للتزوير. نحن مع حملة لا للتزوير التي أطلقها برنامج كرة والأخ الإعلامي علي السالم، ونقول لا للتزوير للحفاظ على مستقبل الكرة العراقية والأجيال القادمة إن شاء الله. انضم لحملة الإعلامي علي سالم وبرنامج كرة لا للتزوير، لا للتزوير من أجل بناء جيل حقيقي للمنتخبات الوطنية، لا للتزوير. السلام عليكم. كلا للتزوير، هذه الآفة التي نخلت في جسد الكرة العراقية، كلا للتزوير لأنه سبب كل نتائجنا السلبية وانتكاساتنا الرياضية. كلا للتزوير الذي لم يأتي ولن يزور اللاعب إلا بقبول المدرب وقبول جميع الاتحادات المتعاقبة على الكرة العراقية.